بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل مع حلول تمارين السلسلة رقم 3، سلسلة المصفوفات والمحددات لمقياس الرياضيات 2، الجبر الخطي. إذا اليوم راح نشوف التمرين رقم 7 اللي يقول: ليكن F تطبيق خطي من R2 نحو R3 معرف بالمصفوفة التالية. عناصر المصفوفة هي 3 ناقص 1 2 4 5 ناقص 6. كما طلب أول، طلب مني حساب صورة الشعاع V. شعاع V فيه مركبة 2، المركبة 3، المركبة 1 بواسطة F. طلب مني أني نحسب صورة الشعاع بواسطة التطبيق F. المطلب الثاني هو إيجاد عبارة التطبيق الخطي F X Y Z. هنا يوجد خطأ، التطبيق الخطي F X Y، يعني إيجاد عبارة F X Y. إذا نبدأ على بركة الله في حل التمرين رقم 7. إذا كان قدم أنه ولا قال باللي التطبيق F معرف من R2 نحو R3. هذا التطبيق معرف بالمصفوفة التالية لعناصرها 3 ناقص 1 2 4 5 ناقص 6. إذا كان في التمرين ما قاليش باللي F معرفة من R2 نحو R3، يمكن استنتاج F منين معرفة، يعني فضاء البدء ما هو وفضاء الوصول وش هو. كيفاه راح نستنتج فضاء البدء وكيفاه نستنتج فضاء الوصول؟ كنا سبق وشفنا في التمرين رقم 7 ملاحظة انه عدد الأعمدة هو بعد فضاء الانطلاق. عدد الأعمدة هو يمثل بعد فضاء الانطلاق. كم من عمود عندي؟ عندي زوج أعمدة. إذن هو عدد الأعمدة هو اللي مثل لي بعد فضاء الانطلاق. إذا فضاء الانطلاق راح يكون R2. عدد الأسطر هو بعد فضاء الوصول. أنا عندي اللي هنا في المصفوفة كم؟ 3 أسطر. إذا بعد فضاء الوصول راح يكون R3. إذا F هذا راح يكون معرف من R2 نحو R3. R2 معناها راح يكون الشعاع إكس إجريج ينتمي R2. إذن لكل إكس إجريج عدنا العبارة F لإكس إجريج ماذا؟ راهي في R3. هذا في حالة ما أنه مباشرة قال لي باللي F تطبيق خطي معرف بالمصفوفة وما قليش باللي F راهو من R2 نحو R3، يعني هذه ما يعطيها ليش في التمرين. يعني من خلال المصفوفة يمكن أنه تستنتج وش هو فضاء الانطلاق وش هو فضاء الوصول من خلال المصفوفة المعطاة. هذا من جهة. المطلب الأول طلب مني حساب صورة الشعاع V. شعاع V المركبة الأولى 2، المركبة الثانية 3، والمركبة الأخيرة هي 1. لاحظ معي شعاع V كم المركبة فيه؟ فيه 3 مركبات. هل شعاع V ينتمي لفضاء البدء R2؟ احنا نعرف باللي فضاء البدء R2 معناها أنه لكل شعاع ماذا؟ مركبتين، يعني الشعاع قد يكون فيه فقط مركبتين. أنا هذا الشعاع فيه 3 مركبات. إذن هذا الشعاع ماذا؟ لا ينتمي لفضاء البدء، بالتالي لا يمكن حساب صورته بكل بساطة. بما أن الشعاع ما ينتميش لفضاء البدء لا يمكن حساب صورته. المطلب الثاني طلب مني إيجاد عبارة F لإكس Y. إذن أنا باش نجد عبارة F لإكس Y، كنا لاحظنا أنه المصفوفة المعطاة عندي فيها عمودين وعندي فيها 3 أسطر. مدام عندي فيها عمودين وعندي فيها 3 أسطر، إذا العبارة اللي رايحة نجدها قلنا باللي 3 أسطر هو بعد فضاء الوصول. إذا عدنا R3، إذا العبارة F لإكس Y رايح يكون فيها المركبة الأولى، مركبة ثانية، مركبة أخيرة. يعني العبارة F لإكس Y رايحة نوجد هذا المجهول، هذا المجهول والمجهول الأخير اللي مثل مركبة الأولى للصورة F لإكس Y، المركبة الثانية للصورة F لإكس Y، والمركبة الأخيرة للصورة F لإكس Y. كيفها عرفنا باللي عندي لهنا 3 مركبات للصورة F لإكس Y؟ عرفناها من خلال عدد الأسطر عندي 3 اللي تمثل فضاء الوصول. إذا هنايا راح نستخدم، بما أنه أعطانا المصفوفة مباشرة راح نستخدم الأسس القانونية للفضائين. إذا الجملة اللي فيها الشعاعين E1 E2 هذه راح تمثل أساس قانوني للفضاء R2،
والجملة اللي فيها ثلاثة أشعة، واحد فتحة، اثنين فتحة، ثلاثة فتحة، راح تمثل أساس قانوني لفضاء الوصول إلى الثروة. راح نبسط الكتابة بالنسبة للمصفوفة. إذا كنا سبق وشفنا في التمرين رقم 6 إنه F لـ E1 هو هذا العمود، أو هذه النتيجة F لـ E1 هي عبارة عن ثلاثة واحد فتحة زائد اثنان فتحة اثنان زائد خمسة فتحة ثلاثة. F لـ E2 ماذا تساوي؟ تساوي ناقص واحد فتحة واحد زائد أربعة فتحة اثنان ناقص ستة فتحة ثلاثة. يعني هذا اللي رايح يكون بالنسبة ل F لـ E1 ماذا تساوي؟ F لـ E2 ماذا تساوي؟ هنا كنا كتبناها يعني فقط باستخدام العناصر تاع المصفوفة بالتعويض، يعني العناصر A واحد واحد، A اثنان واحد، A ثلاثة واحد. كنت لاحظ باللي هذم عناصر مصفوفة اللي هو عبارة عن العمود الأول، هذه عناصر المصفوفة تمثل العمود الثاني بالنسبة للمصفوفة. إذا F لـ E1 F لـ E2 كيف هنجيبهم مباشرة من المصفوفة؟ مادام حددت لك F لـ E1 حددت لك F لـ E2، سجلت E1 فتحة E2 فتحة E3 فتحة، وعندي المصفوفة. إذا F لـ E1 راح تكون 3 E1 فتحة زائد 2 E2 فتحة 2 زائد 5 فتحة 3. F لـ E2 هي ناقص فتحة 1 زائد 4 فتحة 2 ناقص 6 فتحة 3. الناتج أنه راح تعوض بالشعاع فتحة 1 اللي هو ماذا؟ 1 0 0، تعوض بالشعاع فتحة 2 اللي هو 0 1 0، وراح تعوض بالشعاع فتحة 3 اللي هي 0 0 1. بعد التعويض، بعد تعويض بكل شعاع، وبالنسبة للشعاع الأول راح ندخل على المركبات ثلاثة، بالنسبة للشعاع الثاني رايحة يعني ندخل عليها اثنين، بالنسبة للشعاع الأخير ندخل عليها خمسة، راح نتحصل على F واحد ماذا تساوي؟ الشعاع ثلاثة اثنان خمسة. هذا من جهة. نفس العملية بالنسبة ل F اثنان اللي راح نعوض فتحة اللي هي واحد صفر صفر، بالنسبة ل فتحة اثنين راح نعوضها بصفر واحد صفر، فتحة ثلاثة نعوضها بصفر صفر واحد. إذا بعد إدخال لهنا المعامل ناقص واحد، بعد إدخال أربعة، بعد إدخال ناقص ستة، نجمع راح نتحصل على F لـ E2 هي ناقص واحد، نتحصل على الشعاع ناقص واحد أربعة ناقص ستة. هذا من جهة إنه أنا عرفت F لـ E1 ماذا تساوي، ثلاثة اثنان خمسة، عرفت F لـ E2 هي ناقص واحد أربعة ناقص ستة. من جهة ثانية الشعاع X Y هذا اللي راهو ينتمي لفضاء البدء ار 2 يمكن كتابته في الاساس القانوني. الاساس القانوني لار 2 قلنا عليه باللي مشكل من الشعاعين او 1 و او 2. اذا اكس اجريك هذه هي اكس في الشعاع الاول زائد اجريك في الشعاع الثاني. لو انك تعوض ب او 1 وتعوض ب او 2 مباشره وتجمع راح تعاود ترجع لاكس اجريك، يعني عليها هذه المساواة راهي صحيحة. راح نستغل المعطى انه قال لي اللي اف تطبيق خطي، بالتالي راح ندخل اف على اكس على شعاع اكس اجريج، ندخل اف على اكس واحد زائد اجريج اثنان. راح نستغل اف تطبيق خطي، اذا تساوي اكس اف واحد زائد اجريج اف اثنان. هذه كان عندنا الناتج تحصلنا عليه 3 2 5، وهذه كان الناتج تحصلنا عليه ناقص 1 4 ناقص 6. راح ندخل اكس للشعاع الاول، ندخل y على مركبات الشعاع الثاني. اذا راح تعود عندي النتيجه بهذا الشكل، نجمع المركبه 3 اكس مع ناقص y نتحصل على هذه، نجمع 2 اكس مع 4 y نتحصل على هذه، ونجمع 5 اكس مع ناقص 6 y نتحصل على اخر مركبه. بالتالي عبارة التطبيق الخطي F لـ X Y اللي معرف من R2 نحو R3 مكتوبة بالشكل التالي، هي 3X ناقص Y 2X زائد 4Y و5X ناقص 6Y. هذه طريقة، طريقة انك معذرة المصفوفة امامي راح نحدد باللي هذا F لـ E1 هذا F لـ E2 هذا
أشعاع واحد فتحة، أشعاع فتحة اثنان، أشعاع فتحة ثلاثة. قلنا باللي هذه اف لي واحد هي ثلاثة في فتحة واحد زائد اثنان في فتحة اثنان زائد خمسة في فتحة ثلاثة. اف لي اثنان هي ناقص واحد في فتحة واحد زائد أربعة في فتحة اثنان ناقص ستة في فتحة ثلاثة. راح تعوض واحد، معذرة، راح تعوض فتحة واحد، راح تعوض فتحة اثنان، تعوض بفتحة ثلاثة، راح يكون عندك الناتج كما تحصلنا عليه اللي هو ثلاثة اثنان خمسة، والثانية ناقص واحد أربعة ناقص ستة. ونستغل المعطى أنه F تطبيق خطي، بالتالي نتحصل على عبارة تطبيق الخطي F X Y. طريقة أخرى استخدام العلاقة أنه F ل X Y ماذا يساوي؟ المصفوفة المرفقة للتطبيق الخطي F مضروبة في الشعاع X Y. أعيد، طريقة ثانية لإيجاد عبارة F ل X Y هو استغلال العلاقة F ل X Y ماذا تساوي؟ المصفوفة المرفقة، هو كان أعطاني المصفوفة المرفقة مضروبة في الشعاع X Y. إذا راح نعوض المصفوفة المرفقة اللي أعطاها لي، عندي X Y، إذا هنا عندي ضرب مصفوفتين، هذه مصفوفة من الدرجة ماذا؟ ثلاثة في اثنان، وهذه مصفوفة من الدرجة اثنان في واحد، يمكن الضرب سطر، معذرة، سطر في عمود، ثلاثة في X ناقص Y. نتحصل على هذا سطر في عمود، إذا اثنان في إكس زائد أربعة إجري، نتحصل على هذه سطر في عمود، إذا خمسة في إكس ناقص ستة إجري، راح نتحصل على هذه. إذا عبارة F إكس إجري هي ثلاثة إكس ناقص إجري، اثنان إكس زائد أربعة إجري، وخمسة إكس ناقص ستة. يعني تلاحظ باللي هذه الطريقة أبسط من الطريقة اللي شفناها الآن. يعني هذا السؤال يعني مطلبش ليا انه نحسبه، لكن حبينا نضيفوه ونقارن مع السؤال اللي كان في التمرين رقم 6. هنا طلب مني حساب، هو مطلبش يعني ضفناه هذا السؤال، حساب صورة الشعاع V اللي مركبتيه 2 3. لاحظ معي درنا طريقة واحد وطريقة اثنين، راح يتسأل الطالب عليه هنا دار طريقتين، وبالنسبة للتمرين رقم 6 عليه ما درناش طريقتين في حساب صورة الشعاع V. هنا راه قيدني في السؤال انه نحسب صورة الشعاع V بواسطة التطبيق F في الأساس B باستخدام المصفوفة المرفقة. يعني كان ضروري ان نستخدم هذه العلاقة لانه هي اللي فيها المصفوفة المرفقة، المصفوفة المرفقة للتطبيق الخطي F في الأساس B، كان لازم علينا انه نستخدم هذه الطريقه في حساب صوره الشعاع V. لكن في التمرين رقم 7 طلب او ضفنا هذا السؤال حساب صوره الشعاع V، احنا ما قيدنيش، يعني مادام ما قيدتنيش يعني باي طريقه، لك الحريه انك تستخدم عباره التطبيق الخطي. يعني مادامك لقيت عباره التطبيق الخطي راح تعوض في مكان X2 في مكان Y3، راح تتحصل على، معذره هنا خطا فقط، هي 2 3. إذا راح نعوض ب x2 ب y3، عوضها في عبارة تطبيق الخط اللي تحصلنا عليه، بالتالي راح نتحصل على صورة الشعاع 2 3 هي 3 16 ناقص 8. أو إنك تستخدم الطريقة الثانية، بما أنه عندك المصفوفة المرفقة اللي اعطاها لك في بداية التمرين، تستخدم العلاقة f x y تساوي هي المصفوفة المرفقة في الشعاع x y. إذا نعوض بالشعاع اللي مركبتيه 2 3، نعوض بالمصفوفة، عدنا ضرب مصفوفتين اللي هنا يمكن الضرب، إذا السطر في العمود ثلاثة في اثنان ناقص واحد في ثلاثة، نتحصل على المركبة الأولى، سطر في عمود، إذا اثنان في اثنان زائد أربعة في ثلاثة، نتحصل على المركبة الثانية، وأخيرا السطر الأخير في العمود، يعني خمسة في اثنان ناقص ستة في ثلاثة، نتحصل على المركبة الأخيرة ناقص ثمانية. إذا إن شاء الله هنكونوا يعني فدناكم ولو بالقليل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.